لك هذا نام كوبس ها؟ خلونا نتركوا الليلة بلا ما ناخده معنا. إذا فاو ما لقانا بيزعل منا. لا تخاف ونروح ونرجعوا لساته نايم. قسما بالله رح يقطع قلبي عليه لهالبلد. نهايته يا جدان يا ما رح يموت طيق. اتركوا نايم مرتاح. يلا خلونا نمشي. عماد طردوا سيارة. شو؟ لك ما قدرت تعمل شيء. طيب شو صار له؟ ما بعرف ما بعرف. قاعدة تسمعوني؟ وليش ما فيتوني؟ هي فقت. ولك هلا؟ والحادثة صار لها 3 ساعات؟ لك يا أخي كنت نايم وعم تحلم وعايف حالك، مفيقك مرعبك يعني؟ تركناك تفيق لحالك. بعدين دخيلك لو فيقناك شو رح تعمل؟ رح تندب مثلنا. ولك أنت كيف تركته بلا ما تطمن على حالته؟ بالله بدك ياني روح أسأل الشرطة كيف حالته وهن متجمعين عليه؟ ولك من بعيد لبعيد؟ ولك هذا رفيقنا ورفيقك أكثر منا. هلا لا تزود علي سامر، إيه؟ أنا ما كان قدامي إلا إني أهرب، يعني لو كنت أنت أنا ما بهرب. لا سامر، بهيك حالك كل واحد اللهم سلك نفسه وهذا طبيعي كثير. بعدين احنا متفاهمين ومتفقين على شيء، وعماد بزمانه قالنا اذا علق واحد ما لازم نعلق كلنا. كيف بدنا نطمن عليه؟ اخي ما في الا زيدي، بكره بيحمل حاله بيروح لعند اهله وبيسال عنه هنيك. ايوه الله يعزك والله جبتها. اهله اللي صار لي سنتين ما شفتهم، هلا يشوفوني وابن دعسته سياره، ليك هالحكي لك. يا جماعه هلا في مشكله ثانيه، عماد صار بين ايديهم، واذا حققوا معه اكيد رح يعترف علينا. اخي من الناحيه اطمن، اولا عماد ما بيعملها. تانيا مثل ما قال لك احنا متفقين بيناتنا انه اذا حدا كماش ما بيخبر على الثاني وبس ليطلع من الحبس بلاقي حصته جاهزه. يا ريت ما تكون واثق لهالدرجه يا استاذ ادهم. عماد علقته مع الشرطه وانتم قلتوا لي انه الشرطه شافتكم انتم ثلاثه عم ترقدوا، بقى بكره بس يسالوا رح يسالوا مين الاثنين اللي كانوا معك. اكيد حيسالوه بس حيقول لهم ما بعرفهم. متاكد؟ يا سيدي اذا بكفين ما ببق كل شيء انا ما بفهم. يعني انت اذا انكمشت بكفين بتحكي كل شيء؟ انا عم اقول كفين مجازا وانت اللي بتعرف كيف بياخذوا منك اللي بدهم اياه. بزمتي حكوا صح ادهم. هلا انا او انت فينا نتحمل قتل تبعهم يا اخي؟ طيب شو يعني هلا؟ شو يعني هلا؟ يعني في فتره هن بين ما يعالجوا يحقوا معه ونحن لازم نشمع الخيط ونهرب. لوين؟ ما بعرف ما بعرف بس نحن لازم نترك البيت فورا.
وناخذ معنا كل شيء صار له، مشان اذا اجوا فتشوا البيت ما يلاقوا شيء، وبنفس الوقت نراقب البيت من بعيد لبعيد ولنشوف اذا عملوا كبسه او لا. هلا اذا عملوا كبسه بكون عماد اعترف، اذا ما صار في كبسه بنكون نحن بالامان وبنقدر نرجع على البيت ولا كانه في شيء، وبنستنى ليطلع من الحبس ونعطيه حصته. طيب لوين بدنا نهرب؟ لك اخي شو هالمشكله؟ بننزل بشي اوتيل؟ اخي ما بدهم ياخذوا هوياتنا من الاوتيل، يعني اذا اعترف علينا هلا بتكون اسامينا موجوده بكل مكان بالبلد. بزمتي معك حق، هي ما دارت لي. ابو سمره حبيبي، يعني خرج انك تستقبلنا شي يومين ثلاثه عندك بالبيت بس لبين ما تهدى الامور؟ اذا عماد اعترف رح يكون اعترف علي كمان. لا لا ما بظن، يعني انت ما كنت معنا، هو ما انا مضطر انه يجيب سيرتك، هن بدهم اثنين بس، انا وزهدي. ايه بزمتي يا سامر، كلام ادهم صح. اهلا وسهلا فيكم، البيت بيتكم. اصلا ماما عرس الليله وحتترك البيت، بس بدي اسالك سؤال، يعني كل شيء صار ايده حتحطوه عندي بالبيت؟ حبيبي ما في غير مصاري، لانه كل شيء عم نسرقه وعم نبيعه. والمصاري كتار؟ كتار، بس بما انه بيتك حيكون الخزنه تبعنا، حيكلك حصه فيها. انا ما بدي غير سلامتك، بس المهم الطمان على عماد الله. بابا ولا كلمة، لا تحكي لا تنفعل، لو سمحت عمو استنى برا انت وابنك. هلا لما تصحى منيح رح نعمل لك كم صورة اشعة مشان تطمن. السلام. يا ساتر ما في حدا، تفضل. سامع نحن اسفين بس انت بتعرف انه ما لنا خير. هلا فوت بلا علاقة، تفضل. فوت زيدي فوت. اخي هي المصاري والصيغة، شوف وين بدك تخبيهم خبيهم. وهدول اللي معك شو؟ ماشي يعني ماشي عادي، شوية اغراض ما نستغني عنه. شباب انتو حتناموا بأوضتي وانا حنام بأوضة ماما، الله يخليكم بس نحافظ شوي على الهدوء لانه اختي عم تدرس، بعدين امي وزوجها ليكن جنبنا. ولي رامز هون؟ لك هذا اذا شافني بيعرفني، ها شو نسيت اني انا ضربته؟ يا ريت يشوفك لحتى يحس انه كل لحظة ممكن ياكل قتلة. لا سامر لا بلا، المفروض ما يشوف بنوب. معناتها بدك تدير بالك انت وفايت وانت وطالع. هلا قالوا لي كيف بدنا نطمن على عماد؟ اخي هلا ما فينا نطمن عليه لانه بيكون بالحجز، بعدين يعني اذا صاير معه شيء بيكون بالمستشفى، وبالمستشفى بيكون تحت الحراسه. ما بعرف شو، انا رايي انه نستنى بكره، شو رايكم؟ سمراء في حواليك شيء بدك؟ يعني ابدا ما بتعرف مين هن رفقاته؟ قلت لك صرنا سنتين ما شفناه. طيب قبل ما يترك البيت مين كانوا رفقاته؟ ما بعرف لانه ما كان يجيبهم لعنا. وانت كأب تترك ابنك يغيب سنتين عن البيت من غير ما تسأل عنه؟ ولد مغضوب ليش بدي اسأل عنه؟ لانه ابنك، ولا بتخلفه بتنسوا. عم تصدق اللي عم تشوفه يا ملازم احمد؟ لا والله يا سيدي، اذا كانت هيك تبع الاب معناتها عماد ما هو حق يطفش من البيت. كان اللي مخوفني النزيف الداخلي اللي معه، اذا مات يعني نفدت العصابه. سيدي عم بيقولوا انه صحي وبامكاننا نحكي معه، شو رايك؟ يلا. تريد شي سياده مقدم؟ عماد مين الاثنين اللي كانوا معك؟ عماد انتو كنتوا ثلاثه، اثنين اللي هربوا شو اسماءهم وشو عناوينهم؟ ما بعرفهم. سيادة المقدم إذا بتريد مفروض ناخده على غرفة الأشعة فورا. كيف ما بتعرفهم وانتو طلعتوا سوا من المحل اللي سرقتوه؟ ما بعرفهم. عماد إذا قلت لنا مين هنن بخف جرمك، وصدقني بساعدك قد ما فيه.
أخي هاي بدايته، ساكنين بالطابق الثاني على اليمين. خيو في سمان بتم الحارة، امشي روح نستفسر منه إذا في شيء. لك يا حبيبي هذا سمان شو بعرفه يعني؟ لك ما في سمان بالحارة إلا ما بيعرف كل شيء عن سكانه. اسمع لي لك، هلا صار وقت انصراف المدارس، عماد في عنده أخ صغير اسمه كريم، بس كان يطلع بنمسكه وبنسأله. أخي مو أنت بتسأله، هذا بيعرفك، أنا بسأله. ماشي، كثير كلام حلو. والظاهر إنه في حدا بنايته ميت ها؟ خلينا نستنى أخوه بعيد عن هون. لحظة شوي. شو صار معكم؟ انت شو صار معك فتح البيت؟ خفت بس رجيت. خلونا خلونا بعد ما هون تعال امشي. امشي امشي. لك سامر. سامر شبك ليش مستعجل؟ لك هلا فهمني، انت بما انك ما فتت على البيت، ليش اجيت لهون؟ ولك اخي بركنا عاملينك مين بالبيت؟ مع اني سالت جارنا بعبده اذا حدا سال عنا، قال ما شاف حدا. طيب شفت لي شي شرطي او تحري هون ولا هون؟ لا لا. مرقت ثلاث مرات من هنيك، لا شفت حدا ولا سألني حدا. حلو، معناته البيت أمان. قولك حبيبي روح اعمل لك طلي عليه ونحن عم نستناك هون. المهم هلا اطمنتوا على عماد. شو سامر؟ أدهم حالته خطيرة شي؟ عماد مات. شو؟ بس أنا واثق إنه يعني مات قبل ما يحققوا معه، مشان هيك لأنه يعني مشان هيك ما في ولا تحري قدام البيت. مات؟ الله يرحمه، بس يعني شو نعمل؟ نحن اللي موتناه. لك شو كان فينا نعمل يا سامير؟ نحن قلنا له نحوش حالك تحت السيارة. لك يا أخي ما بصير تحكي عنه بهالطريقة العمق، لك عماد كان أحسن واحد فينا. لك يا حبيبي آسفين، آسفين؟ إيه بس يعني مو طالبين نعمل شيء. يا حبيبتك يا عماد، والله بكرني. طيب هلا شو؟ نرجع نفوت على بيتنا ولا شو؟ ما بعرف. هلا اخذ العقل سامر، لو كانوا اخذين منه كلام عنا اما كانت الشرطه حرتت الحاره حرت صح ولا لا؟ معناته فينا نرجع على البيت. لسه الشغله تازه يا زهدي ولسه الامور ما بينت. صح سامر، بس يعني انا قصدي مشان يعني ما نقصر لك حريتك انت واختك. خلص زهدي، يعني نقعدنا يومين ثلاثه ثانيات هون وإذا لقينا إنه ما حدا عم يسأل عنا نحمل حالنا ونرجع.